طول الليل من يوم الاربعاء وانا بدور على محمد لغايه الصبح. قلت لبابا روح روح اسم الزور اسال ايه كانت تكون متاخد حظر ما لقاهش. فقلت له طب روح مستشفى الزور. راح مستشفى الزور بابا قالوا له تاجه متوفى من بالليل واقع الناس حاطفينه من الرابع دور. انا طبعا انا ما كنتش في الوقت ده في بورسعيد. بابا اتصل بيا وقال لي البقاء لله لا تجري زي الهبله وزي المجنونه. خدت اخواته ورحت. كان اخر مره اشوف ابني كان في قلب المشرحه سايب ابني سليم اجي لقاه في قلب المشرحه. ده يرضي مين؟ بالله عليك يرضي مين؟ بسال ايه اللي حصل؟ قال لك في واحد اجى خده من عند سامي وداه 5000 اتاريم لزياد واخوه وكان نفر معاه. ابن راح على نيته ما يعرفش ان زياد وقف له مع الشخص ده. انا ما اعرفوش هو مين. راح لقاهم واقفين له بالسيوف وبالسكاكين. طبعا ابني قاعد يجري لقى عماره دخل فيها ولما دخل قفل البوابه عليه. انا بشكك في كلام البواب لان واحد طلع يجري. البوابه دي لها لسان يعني المفروض ان هي اتقفلت. محدش مهما اتعمل عليها واتعزم عليها لو كم نفر ما يفتحهاش. دلوقتي لما جه فتحها فتحها بالمفتاح. اتفتحت ازاي البوابه دي؟ زقوها ازاي؟ انا ما اعرفش. انا ما اعرفش كل ازاي ده ابني اترمى. ابني اترمى منين؟ ابني ايه اللي حصل فيه؟ رفضوه وقاموا رامينه من الدور الرابع وناس شهدوا كده. وبعد ما رموه اتدور عليه ضرب بالشلاليت وخد تليفونه وقاموا ماشيين. انا وخد تليفونه. انا يرضيكم بالله عليكم عيد اهوت ام الناس بتعيد وانا قلبي محروق على ضلايا. قلبي محروق على ابني. ربنا ينتقم منك يا زياد يخلص منك ربنا. بالله عليكم بلاشكم القلوب الرحيمه ان تاخد حق محمد. انا مش عايز اكتر من كده حد. أنا مش عايزة أكتر من كده حاجة. عمري راح، حياتي كلها راحت. أنا عايزة حقه. ده اللي كان بيجري عليا، ده اللي كان بيدفع المفروش. أنا دلوقتي عارفة أقوم محامي ولا عارفة أعمل معاه أي حاجة لأن التاني بيقول لك أنا فوق القانون. وأمه بعتلي رسالة بتقول لي أنا عند أربعة. لما يروح منهم واحد ما يهمش حاجة. أنا ما عنديش إلا ده، ده اللي حيلتي. انا بشهدكم وبقول لكم بالله عليكم انا من عايز اللي حق ده. انا بطلب الاعدام لزياد واخوه لان ده اتاخد غدر. وبقول لازم سامي صاحبه يجي. لازم سامي صاحبه اللي سلمه يجي ويسال ويقول مين اللي قال له سلمه. لان لما احنا شفنا الصوره بتاعت الواد اللي خد محمد ورحنا لسامي ما رضاش. كان عارف مش عاوز يقول. قال لكم انا هقول لكم بس ما تقولوش اللي انا قلت عشان هيموتوني. بعترف بالعافيه. لما احنا خدنا الصوره للولد ما كانش عاوز يقول. ما كانش راضي. قال لي بالعافيه. وقال انا هقول لكم بس ما تقولوش اللي انا اللي قلت ان ده اللي اخده ومشى عشان هيموتني. انا بطالب ان زياد ان سامي ده يجي والسال لان سامي ده اسم الموضوع. لان محمد كان عنده واصحابه كلهم كانوا قاعدين مع محمد عند سامي في سوق خالد. عايز اعرف محمد مات ازاي ومين اللي عرف زياد مكانه؟ مين اللي عرف زياد مكان محمد؟